أخبار من قناة حلب اليوم. الاتحاد الأوروبي يضيف 4 وزراء جدد في حكومة النظام إلى قائمة العقوبات الخاصة به والمفروضة عليه منذ عام 2011. المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري يقول إن سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وإن احتمال تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا أمر غير وارد. استمرار عمليات التسوية للمطلوبين للنظام في محافظة دير الزور لليوم الثالث على التوالي وفق صحيفة الوطن الموالية. وكالة أنباء النظام سانة تعلن بدء الاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين في حكومة النظام وروسيا في قصر المؤتمرات بدمشق حول ما يسمى عودة المهجرين السوريين. مقتل عنصر من قوات قسد جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب بلدة الهول شرق الحسكة وفق شبكة الخبر المحلية. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يؤكد تحييد نحو 33 ألف إرهابيا داخل تركيا وفي شمالي سوريا والعراق منذ 2015، بينهم 2426 شخصا منذ مطلع العام الجاري.